وشارك وحل السؤال. تعال يا ابن الحلال جوايزنا شي خيال. تعال 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 فكر يلا وخود المفيد معنا تبحبح اكيد كل يوم في شي جديد. تعال 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 بحبح يلي تاجي فينا في موسم ثالث ولينا زوركم في جاية معايا باش ينظف الحوش. أمي ما جاتش معايا.
شركة ستار أوف إسطنبول. نقدم لكم خدماتنا في مجال الاستشارات والخدمات القانونية، استخراج إقامات، عمل، تأشيرات، حجز طيران، حجز فنادق وتأجير الشقق والسيارات. عرضنا الخاص خصومات تصل إلى 50%. يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية. رحلتنا بانتظارك. برنامج هيبحبح لكل الأطفال، واسمعني يلي سامع وفهمني يلي متابع، خليك ديما قريب ورسم بسمة بيوم جديد. كل جديد يا أطفال والكل حتى الكبار، السن مش مهم، الفائدة هي الأهم. ولو تسأل عن الوقت تابعنا ورح تعرف الوقت. مشاهدين الكرام، صح فطوركم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج هيبحبح. احنا اليوم من داخل شركة ليبيا تويز فرع جرابة. هيبحبح مشاهدينا الكرام، معنا متسابقة نتعرفوا عليها. شن اسمك؟ سارة مصطفى القريتلي. سارة، شن الأخبار يا سارة؟ شن أمورك؟ تمام تمام. شن جاي تديري في ليبيا تويز اليوم؟ نشري لأخويا هدية عيد ميلاده. باهي تمام، إن شاء الله بالصحة عليه. إن شاء الله. سارة صف سن صف شن تقري؟ صف تاسع. تمام. سارة جاهزة البرنامج؟ جاهزة. تمام. سارة بنسألك سؤال، كان جاوبتي عليه بتربحي معنا، كان ما جاوبتيش عليه بتخشي في تحدي. تمام تمام. سؤالك يقول، شنو هو الفرق بين نملة عمرها سنة وفيل عمره 31 سنة؟ شنو الفرق بين نملة عمرها سنة
وبين فيل عمره 31 سنة. واحدة كبيرة واحدة صغيرة. لا لا مش على الحجم. 30 سنة. زمالك. تمام إجابة صحيحة. وضحتي معنا. يلا شوفوا الجوائز. أول جائزة ليك مقدمة من شركة ليبيا تويز للألعاب والقرطاسية. عندك جائزة ثانية مقدمة من مزايا أو مركز مزايا للتسوق. عندك جائزة مقدمة من ستار أوف إسطنبول. ستار أوف إسطنبول. ستار أوف إسطنبول. كوبون مقدم من زوبا شحن مجاني وتخفيض 20%. عندك جائزة ثانية مقدمة من فلامينغو للملابس النسائية. عندك وجبة مقدمة من مطعم العلوش بقيمة 100 دينار. تمام. وعندك جائزة ثانية مقدمة من حفاضات تشيكي. عندك حتى هي وجبة ثانية مقدمة من تشيكن هاوس بقيمة 100 دينار. عندك جائزة تانية مقدمة من عصام للعطور. عندك جائزة طبعا هذه جلسة تصوير مقدمة من معمل بيروت للتصوير بقيمة 75 دينار. تمام تمشي غادي يديرولك جلسة تصوير. طبعا هذه جائزة مقدمة من مكتبة الزياني للألعاب والقرطاسية. عندك مبلغ مالي مقدم من كافي ستار. ما صارش من الهدية اليوم. شركة عالم الهدايا لاستيراد التحف والهدايا تقدم لك هدية. طبعا قامت لك القدر الشركة اليوم. عندك كوبون شراء بقيمة 75 دينار من حلا للحلويات. تمام. شغل الحوش ولا لك تو. هذه مواد تنظيف مقدمة من لميس لمواد التنظيف. هاي بحبة. وما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام من داخل شركة ليبيا تويز فرع جرابة. معنا متسابقات نتعرفوا عليهم. شنو اسمك؟ هديل. شني؟ هديل. هديل. وانتي؟ منار. منار. تمام. نسألكم سؤال كان جاوبتوا عليه بتخسروا معنا، كان ما جاوبتوش عليه بتخش معنا في تحدي. باهي؟ باهي. كان جاوبتي بتخسري. باهي؟ باهي. كان جاوبتي عليه بتربحي ولا تخسر؟ نربح. بتربحي. وانتي تبي تربحي ولا تخسر؟ نربح. تمام. سؤالكم يقول في 50 حوتة باهي غرقوا 30، قديش قعدت واحدة؟ في 50 حوتة. ها؟ 20. تأكدة. تأكدة. غلط. خلاص معناها بتخش معنا في تحدي. يا ليلي ويا ليلى وسبس نشكيلك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي هم هما حب انتي وانتي الفو. قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي اسماحي. وانتي شو بتغني؟ بنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الهنية ولا دقش الحلويات. حلوة الأيام في عينيا عنخلفش بنية، ولا شفت الأرض تهدهد ولا عملت الحيط عليا. تمام. جيبولي من الجوائز. عندك جائزة مقدمة من ستار أوف إسطنبول مبلغ مالي. تمام. حتى أنت عندك مبلغ مالي مقدم من كافي ستار. تمام. وانتي عندك وجبة بقيمة 100 دينار مقدمة من العلوش. تمام. وانتي عندك وجبة بقيمة 100 دينار مقدمة من تشيكن هاوس. تمام. عندك جائزة مقدمة من مكتب الزياني للألعاب والقرطاسية. عندك عطر مقدم من عصام للعطور. تمام. عندك كوبون بقيمة 50 دينار مقدم من ليبيا تويز. تمام. وانتي جلسة تصوير بقيمة 75 دينار مقدمة من معمل بيروت. تمام. فاشنية هذي طالي بابا، هذي مش اخدها انتي. باهي. مقدمة من ستار اوف اسطنبول. تمام.
هذا عسل المقدم من شركة عالم النحل لابناء الأربد. تمام، هاي بحبح. وما زلنا متواصلين معكم مشاهدين الكرام من داخل شركة ليبيا تويز فرع جرابة. أنا متسابقين نتعرفوا عليهم. شين اسمك؟ أزار. وانت؟ ليت. نور يا ليل. ليت. ليت با بسلكم سؤال با هي. كان جاوبتوا عليه بتربحوا معنا، كان ما جاوبتوش عليه بتخشوا معنا في تحدي. تمام. وانت؟ تمام. اوكي تمام. سؤالكم يقول امتى تأسست شركة ليبيا تويز؟ سهلة. 2001. ياش 2001؟ قولي ما عرفتوهاش. شي واضحة يا رجل. تعرف امتى تأسست؟ السنة الجاي. تمام، معناها بتخش معنا في تحدي. يا ليلي يا ليلى مش باش نسكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغيره في قلبي غمه، حب انتي ونطيري الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي، وليتك راني مخنوق ومنك طالب اسمحي. دور يا سماح انتي. تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا بين الحلال بس لك مرتي مجال، تعال تعال تعال. أريد أقنك أني قفل عليك وأريد أشرد بيك تروح ما خليك، تعال تعال تعال. هذا بسو جيبوا لهم جوائز. أول جائزة ليك مقدمة من فلامينجو للملابس النسائية. تمام، نقول ما قاموليش القدر نظاراته. قدم بصريات جليان باي أطرح بيها. تمام، وانتي صنة مقدمة من عصام للعطور. تمام، وانت عندك جائزة مقدمة من مكتبة زياني للألعاب والقرطاسية. وانتي عندك وجبة مقدمة من تشيكن هاوس بقيمة 100 دينار. تمام، عندك كوبون بقيمة 75 دينار مقدم من حلا للحلويات. تمام، وانتي عندك جائزة مقدمة من شركة ليبيا تويز للألعاب والقرطاسية. تمام، ليبيا تويز. هذا مبلغ مالي مقدم من المجموعة الدولية للشحن الجوي. تمام، وانت عندك 15 ستيك كم مية مقدمة من مياه رهف. تمام، انت مش خديت نظارات برا بيه من معمل بيروت. هوا صور جلسة تصوير بقيمة 75 دينار. باي برا غادي يدير عليهم دورة يصوروك. باهي تعرفها طريق الشوك؟ غادي في سوق اسمه مزايا. باهي طاق كوبون بقيمة 60 دينار تمشي تاخذي شن تبي من غادي. تمام، هذا فرع الوحيد، راه مش تحسابي في فروع تانية. طريق الشوك بس. باهي مزايا مزايا. برا مو تنظيف لميس الدنيا. انت عندك جائزة مقدمة من تشيكي للحفاضات. تمام، عندك وجبة بقيمة 100 دينار مقدمة من العلوش. تمام، عندك وجبة لشخصين مقدمة من كافي ستار. تمام، هاي بحبح. وهكي نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتلاقوا في الحلقة الجاية بأسئلة جديدة. متسابقين الجد، ومع السلامة. هاي بحبة.
جاية معايا باش ينضف الحوس. أمي ما جاتش معايا. شركة ستار أوف إسطنبول، نقدم لكم خدماتنا في مجال الاستشارات والخدمات القانونية، استخراج إقامات، عمل، تأشيرات، حجز طيران، حجز فنادق وتأجير الشقق والسيارات. عرضنا الخاص خصومات تصل إلى 50%. يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية. رحلتنا بانتظارك. ثالث
أرض بلادي حفظوا اسمها حب.